المستشار عبد الله فتحي رئيس نادي القضاء قال ان مجلس اداره النادي بيتواصل مع اللجنه العليا للانتخابات لمتابعه عمليه توزيع الساده القضاء واعضاء النيابه العامه اللي هيتولوا عمليه الاشراف على الانتخابات البرلمانيه المقبله. قال المستشار عبد الله فتحي في تصريحاته انه بمجرد اعلان اللجنه العليا عن مواعيد انتخابات مجلس النواب هيستعد جميع قضاه مصر لعمليه الاشراف على الانتخابات في ظل اي ظروف للقيام بالواجب الوطني واداء رسالتهم في ارساء العداله. ونادى اللجنة العليا بتوزيع المشرفين على الانتخابات بلجان قريبة من محل إقامتهم.